مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. وطبعا كلنا عندنا احساس كبير بالفخر بفريقنا اللي احنا بنشجعه واللي احنا دايما وراه. قبل ما نتكلم على مباراه بايرن ميونخ، متهيألي ان احنا شفنا رجالتنا في الملعب فعلا بيلعبوا بالروح اللي احنا دايما كنا مستنيينها منهم. احنا بنتكلم على الشوط اول ولا اروع في مباراه الدحيل، يعني قول بقى زي ما تقول، قول تمركز صحيح في الملعب، قول تركيز كبير من اللعيبه، قول روح الفانيلا الحمراء، قول انه فعلا اللعيبه كنا قادرين ازاي ناخد الكره بسهوله ونحتفظ بيها لفتره طويله. كنت حاسه ان كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي عنده ثقه كبيره قوي على ارض الملعب، كانه بيلعب في التاتش، مش هقول لك حتى استاد القاهره، وبيلعب على ملعبه، على الملعب اللي بيتدرب عليه كل يوم. الحقيقه شفنا ثقه وشفنا روح كبيره، وان كانت ناس كتير بتتكلم او محللين كتير بيتكلموا ان الدحيل عنده نظريا كل ما يؤهله ان هو يتخطى المباراه دي، سواء بقى خط امامي 24 مليون يورو اسماء كبيره، او انه هو طبعا بيلعب على ملعبه، ولكن اعتقد انه كان بيفتقد لاهم ما يملكه عملاق افريقيا ومصر، هو طبعا النادي الاهلي، وهي الروح الشخصيه، شخصيه البطل، روح الفانيلا الحمراء اللي شفناها الحقيقه بتتجسد في كل لاعب من لعيبه النادي الاهلي من غير اسماء، يعني موجوده في ايمن اشرف، في الشناوي، في محمد هاني اللي كان عليه ضغط كبير قوي في المباراه دي، موجوده في كل اللعيبه الحقيقه شفناها. وكمان كان بيفتقد للجماهير والتاريخ، الجماهير اللي كانت ماليه مدرجات المنافس على ارضه. مش هتكلم على انه ناس شايفه او طلع لاعب يقول انه لا، النادي الاهلي احنا ادينا له اكبر من حجمه، وان احنا كنا نازلين ومدين له اكبر من حجمه، ولكن مش هقول له بقى انت دلوقتي بتتفرج على النادي الاهلي وهو في نص النهائي وانت قاعد في البيت ولا الكلام ده، ولكن ده برضو جزء من شخصيه النادي الاهلي ان هو بيحترم المنافس كويس قوي، حتى اذا كان المنافس ده خسران والاهلي كسبان بيطلع يتكلم عليه باحترام، واللعيبه بتتكلم ازاي ان الدحيل كان منافس قوي. هو ده النادي الاهلي، الحقيقه كلنا بنفتخر ان احنا بننتمي